انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، التفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. يوم أمس تأثرت المنطقة الشمالية برياح جنوبية غربية نشطت السرعة مثيرة للأتربة والغبار، ثم تدريجيا انخفضت درجات الحرارة بشكل متسارع، كانت نتيجة لتأثر المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية بكتلة هوائية باردة قادمة من منطقة بلاد الشام. تفاصيل أكثر نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت بإذن الله. المنطقة الشمالية تبقى تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة، درجات الحرارة تستمر أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. أثناء تحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة باتجاه الشرق ستعمل على نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار في المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة، تحديدا منطقة حفر الباطن وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار في هذه المناطق. يوم الجمعة بإذن الله تبقى المنطقة الشمالية تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة، تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، تستمر درجات الحرارة باردة بشكل لافت خاصة خلال ساعات الليل حيث تلامس الصفر المئوي، خاصة في الأجزاء الداخلية من منطقة تبوك وأجزاء أيضا من منطقة الجوف والحدود الشمالية. لكن اعتبارا من يوم السبت بإذن الله يمتد منخفض البحر الأحمر بشكل محدود نحو المنطقة الشمالية، وبالتالي هناك ارتفاعات على درجات الحرارة يوم السبت لتعود وتصبح حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن الأجواء تستمر مستقرة بشكل عام خلال الأيام القليلة القادمة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء مستقرة، تفرق لبعض الغيوم، 14 درجة مئوية كحرارة مقاسة محسوسة 12، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض لثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة 24 ل 11 درجة مئوية فقط أجواء باردة خلال ساعات الليل، يوم السبت تنخفض تسجل 23 ل 12 درجة مئوية ونفس الأجواء والحرارات المتوقعة يوم الأحد. بالنسبة للتوقعات الجوية للباقي المدن السعودية ليوم الجمعة نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك طقس غائم جزئي مع 24 ل 12، سكاكا 20 ل 11 وعرعر 17 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 29 ل 15، جدة 33 إلى 24، مكة المكرمة 34 إلى 21، والطائف 25 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للباحة أجواء مستقرة 21 إلى 9، أبها 24 إلى 4 درجات مئوية فقط، وجازان 31 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 25 إلى 14، حفر الباطن 21 إلى 9، والإحساء 26 إلى 12 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 24 إلى 11، بريدة 22 إلى 9، وحائل 21 إلى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.